استاد الحياة اللي يتواصل حتى للخمسة متاع العشية، اللي يسمعوا فينا على 90.3 كذلك نجموا تدخلوا وتتفرجوا صوت وصورة، نجموا تخليوا كومنتاريتكم تتفاعلوا معنا في الحصة. نذكر بدليل البرنامج اليوم باش نرجعوا في الجزء الأول، عودة للمقابلة الودية اللي جمعت البارح شبيبة قيروان بنادي ماكثر، باش يكون بعد لحظات مدرب المساعد للشبيبة حلمي حميمة عبر الهاتف باش نحكيو كذلك في الجزء الأول على الرابطة المحترفة الأولى والدفعة الأولى وأبرز النتائج، إضافة للمتابعة للدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، وفي الجزء الثاني متابعة لنتائج مباريات كأس تونس بالنسبة للدوري التمهيدي، وباش نحكيو على انسحاب فريق حاسي عمر وترشح بعث بوحجلة وبداية مباراة اتحاد قصيبة المديوني ومستقبل السبيقة في مباراة الكأس، وباش نرجع ونحكيو على البطولة الرابطة ثالثة هوات والبطولة الجهوية لفرق ولاية القيروان، كذلك باش نحكيو في الجزء الثاني على متابعة لأخبار لاعبين بالخارج وتعلق كبير في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، وعودة لموضوع خصم النقاط لنادي العريق جوفنتوس الإيطالي. الجزء الثالث باش نحكيو على بطولة العالم لكرة اليد وعودة على المقابلة الترتيبية للمنتخب التونسي كأس الرئيس والفوز على المنتخب المقدوني، باش يكون حاضر عبر الهاتف زميلنا منير الزويبي صحفي بجريدة الشروق، وباش نختموا بالجزء الأخير كما تعودتوا بسبيسيال تينيس، تقييم لمشاركة تونس جابر في دورة أستراليا المفتوحة، نتائج مشاركة المنتخب التونسي للتنس في نهائيات بطولة شمال أفريقيا للفرق الناشئين بالقاهرة، وأخيرا مشاركة فرق الأكابر للتنس في بطولة النخبة العربية بالكويت، باش يكون كذلك عبر الهاتف ماهر بوغنيمي مدرب كرة المضرب. هذا الكل أكثر التفاصيل من تو حتى للخمسة متاع العشية، باش نرجع ونحكيو على الشبيبة الرياضية القيروانية كما تعودتوا به جمهور الشبيبة اللي ينتظر في جديد بالنسبة للشبيبة، وعودة للقاء الودي اللي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 البارح في ملعب الفرع بحمد العواني. مباشرة سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مدرب مساعد الشبيبة القيروانية حلمي حمام، مرحبا بك حلمي. مرحبا بك عبدو، مرحبا بضيوفك الكرام وبالأخوة الفنيين وبالمستمعين حياة فهم. مرحبا بك مرة أخرى حلمي حمام. الشبيبة الرياضية القيروانية تحذيرات لمسابقة الكأس الدوري التمهيدي الرابع وكذلك عودة البطولة الوطنية المحترفة إن شاء الله باش تكون يوم 8 مارس، البارح استغليتوا الفرصة ولعبتوا مقابلة ودية، نرجع نحكيو بأكثر تفاصيل على المقابلة الودية، وأكيد أنكم كإطار فني شركتوا عديد اللاعبين ورسم التكتيك الجديد، وفما بعض اللاعبين اللي البارح أول ظهور لهم ربما باش يتم انتدابهم، أكثر تفاصيل ناخذها من عندك أنت حلم. هذا هو كما قلت خويا، احنا تقريبا يعني دخلنا في فترة الراحة الشتوية، يعني فترة ثم تو منافسين نتاعنا تو دخلوا في معناتها في التراب نتاعهم، احنا بويسك معناتها مازلنا نشاركوا في كأس تونس، معناتها مازال عندنا دي شيونس معناتها نلعبوا عليهم. بون مادام كالندري ماشي بيان فيكسي ومثلا ما عندناش معناتها حاجه واضحه، حبينا نستغل الفرصه في الجمعه هذه، اعطينا الاولاد نهارين راحه وحبينا نكملوا نشينيو معناتها بالسيكل نتاعنا العادي باش ال 28 معناتها السبت الجاي نلقاو روحنا كوم داب، نلقاو روحنا معناتها نلعبوا في الماتش نتاعنا ولادنا حاضرين. بالنسبه ل الجروب نتاعنا عندنا وليدات هبطوا لعبوا البارح عندهم مقابله مع فريق الكبير بي، وبقيه المجموعه عندنا ملاعبيه مرتاحين، عندنا ملاعبيه قاعدين مازالوا يكملوا في العلاج نتاعهم، وبالنسبه للاولاد ناقصين المشاركه حابين نشاركوا اولادنا باش معناتها ياخذوا طونجو اكثر ونلقاهم حاضرين بالنسبه للمقابله الجايه. بابرز الغيابات حلمي، انت قلت فما ملاعبيه اللي قاعده تستكمل في العلاج، شكون اللي من ابرز الغيابات؟ شفنا غياب الفزاني وبعض اللاعبين اخرين. عندنا الفزاني مازال ياخذ يعمل في العلاج نتاعو، احمد تربيسي توا دخل معنا مازال كيدخل معنا بالكوره قاعد معناتها توا نحضروا فيه، كيف ديس الماجري عندنا. بالنسبه للوليدات الاخرين كما قلت لك بعثنا عزيز نفاتي، حسام تخيلي، امين القلعي، كسراوي معناتها مشاو
فريق ذكي بردير البارح عندهم مقابلة رسمية، وتقريبا الوليدات اللي معناتها ما شاركوش برشا في البطولة حابين نستغلوا يعني، ونحاولوا نعملوا مقابلة تحضيرية مع فريق مكسر اللي معناتها تقريب في المقابلة الجاية ممكن يكون المنافس نتاعنا، يعني يكون في نفس إطار اللعب اللي لعبناه البارح، يكون من ليج تروا والأكثر يكون في التارتون هذاك، عليه حابين نستغلوا مقابلة تكون أقرب المقابلة ممكن نخوضوها بعد القرعة من السير غدوة. هو ذاك عليه صحيح، القرعة باش تصير غدوة، حظ موافق للشبيبة القيروانية. شفنا بعض المعلومات حلمي أنه فما لاعب اللي قاعد يقوم تحت الاختبار، هل أنه ما نعرفش أنتم كي ترفني يعني رسميا باش يتم انتدابه وما زال تحت الاختبار عصام تخيلي، نعرفوا لاعب المستقبل هذه بالقاسرين والنادي الإفريقي، البارح موجود معكم. لا ما هوش تحت الاختبار تو بالنسبة لعصام، كونفيرمي سافي بارتي تو من الجروب نتاعنا صحيح، معناتها أمضى مع الفريق وسيدي جا معناتها عصام نعرفوه جوست البارح معناتها بدينا ندخلوا ونشاركوا فيه ويعني وتو مش يدخل معناتها في المرحلة التحضيرية باش يلقى روحه لجورجي إن شاء الله، اللي لوبجيكتيف برانسيبال بالنسبة للشباب الخيرمان هو الصعود. بالطبيعه عندنا دي زوبجيكتيف سو برينسيبو، منها نتوغلوا اكثر معناتها اكثر ما يمكن في مسابقه الكاس، وبالطبيعه المقابلات هذوما خاصه انه فتره الراحه مش تكون مطوله شويه، يعني 8 مارس ترجع البطوله، وممكن معناتها بعد ترشح الاسبوع الجاي ممكن معناتها في شهر فيفري يكون ثم ادوار اخرى معناتها نستغلوها، الادوار هذه في تكون تحضيريه للبطوله في نفس الوقت، علاش لا ما نقدموش الماكسيموم في مسابقه الكاس. سليم المزليني فما منها ولا حل؟ حتى سليم المزليني صافي بارتيتا ودي جروب. سليم معنا. يحب يتفاعل معاك حلمي سيري ذا العلويني. حياتي حلمي مرحبا بك. مرحبا سي رضا، شنو احوالك يا خويا؟ لاباس والله الحمد لله خويا، خير الحمد لله. حلمي البارح لعبنا مقابله وديه، يظهر لي قبلنا هدف 1-1 اللعبه كاكا هكا 1-1 البارح 1-1 اي هذا ايش في بالي، دونك قاعدين نقبلوا في اهداف معناها تقريبا في الدفاع، فما مشكل دفاعي قاعدين نلاحظوا فيه، نعرفش فما هذا تو تريف موجوده، يظهر لي فتره مهمه جدا بالنسبه للاطار الفني باش يعالج النقائص ويقوم بالتعديلات اللازمه، ما نجموش نقولوا كونه معناها من ضمن التعديلات والانتدابات اللي مش تكون موجهه هي على مستوى الدفاع. بطبيعه الحال تو بالنسبه للشباب الخيروان يعني كان عندنا ديفايونس يعني سي البلون اون انكيس دي بيوت معناتها مالوريزمون معناتها نجم نقول سير دي فيديو كاك بون هذا معناتها قاعدين نخدموا عليها، قاعدين توا نحاولوا نعالجوا بالماكسيموم الاكثريه معناتها حسب ما عينا احنا في مرحله الذهاب هي يعني كومبورتمون اكثر منه كومبورتمون انديفيديال اكثر منه كومبورتمون كوليكتيف بالنسبة للديفايونس ديفونسيف اللي موجودين في الفريق. بطبيعة الحال خدمة تنتظرنا كبيرة في مرحلة ريف هذه اللي مش خلالها كما قلت لك مباريات كاس انت والتقدم تاعنا في المسابقة هذه. بالنسبة الانتدابات نتاع الشباب نتاعنا توا كما قلت لك توا عملنا زوز انتدابات عصام في خط وسط ميدان وحابين نعزو اي نعم وحابين نعزو خط الهجوم يعني بلعب اكسبيرمونتي المزديني نصور باش تكون ان شاء الله الانتجراسيون نتاعهم في الاكيب مش تكون سهله بليس كومبيونس توا باهيه وشبيبه يعني
خوي. حلمي فما انتدابات اخرى غير زوز اللاعبين هذوما، خاصه انه انا حسب اخبار مصادرنا كونه معناها فما زوز لاعبين من الترجي الرياضي التونسي ممكن يجيو مقابل التفريط في احد اللاعبين الشبان للترجي. بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لنا احنا لحد الان تو عندنا زوز انتدابات، وانا طوندون اذا كان يصير اي حكايه هذيا مازال تو ما عندنا حد شيء. اما السي معناتها سكيسير اللي تو زوز انتدابات تموا كما قلت لك عصام وحسين، وبالنسبه للفتيف نتاعنا نتصور من هنا لوي مارس ان شاء الله باذن الله المصابين يرجعوا، الاولاد اللي ما همش حاضرين باذن الله ياخذوا على اصحابهم، ومع معناتها فتره تحضيرات نتصور كما قلت لك لجورجي الكيب نتاعنا اللي بغيت ريش ان شاء الله. هو عصام وسليم هذا حمدي حلمي. اي سليم المزلين. سليم المزلين. نعم. معناها ما نعرفش اذا كان سليم هل انه معناها باش يكون تحت الاعداد البدني باش يكون حاضر في المقابلات ان شاء الله في البطوله الوطنيه، او ينجم سليم المزلين اللي ما لا يكون في اقرب وقت يكون ينجم يشارك معكم في مسابقه الكاس، خلينا نقولوا بعد الدور القادم اذا كان ان شاء الله شبيبه تترشح. هو سليم اون برانسيب كان مشي يلتحق معناتها بالمجموعه في الاسبوع هذا المصادم اللي تعدى، لكن عنده التزامات عائليه وعنده يعني كار هكا سبيسيال جاتو نهار الاثنين ان شاء الله يلتحق بالمجموعه. ان شاء الله يكون على الاقل حاضر. نعرفوا سليم المزليني اللي قدم يعني الاضافه بالنسبه للشبيبه القيروانيه في السابق، كذلك عصام تخيلي قيمه ثابته في وسط الميدان ان شاء الله زاد يعطي الاضافه للشبيبه، وكما قال سي رضا اذا كان فما انتدابات يعني تعطي الاضافه للشبيبه القيروانيه لما لا. وشكر لك انت زاد حلمي ومحمود الدريدي بالعمل الكبير قاعدين تقوموا به خاصه في المرحله الاخيره، مقابلات الوديه يعني حاجه باهيه برشا من اجل التحضير. ان شاء الله غدوه زينه بالنسبه للقرعه بالنسبه اللي باش تدور للدور التمهيدي الرابع بالنسبه للشبيبه القيروانيه. وكان تلاحظ اخر سؤال حلمي قبل ما نختم معاك، انه تقريبا شبيبه القيروان منذ مواسم انه عمليه القرعه ديما تكون خارج الميدان ما تكونش في ملعب حمد العويني بالقيروان. ممكن واحنا في هذا ما هو بحكم ممكن يعني ما نعرفش كيفاش تتقال، يعني ثم كريتير جديد ديما اللي في اقل ديفيزيون المقابله تكون عنده يعني، واللي في اكثر ديفيزيون يكون ضيف على على معناتها ما نعرفش كيفاش يقولوها، هذا هو معناتها بالديفيزيون. اي معناها الرابطه الاولى. اي فهمتك. فهمتني الرابطه الاولى يمشي ويحل معناتها يمشي يحل ضيف على رابطه ثانيه وهكذا دواليك. حتى اللاعبين الاجانب ما عندهمش الحق يلعبوا ضد الفرقه اللي باش تكون في الرابطه الثانيه. ما نعرفش هذا هو القانون حلو. واذا كان شبيبه القيروان استقبل، واذا كان شبيبه القيروان استقبل فريق من الرابطه الثالثه انه شبيبه يتحول للفريق اللي باش يكون في الرابطه الثالثه، واذا كان فريق شبيبه القيروان نفس المنافس في الرابطه الثانيه الشبيبه تستقبل على ميدانها. نحن نتمناو انه فريق الشبيبه يجي فريق في المتناول لما لا نمشيو بعيد في سباق الكاس. كما قلت لك بالنسبه لشبيبه القيروان نسبه كبيره في كره القدم التونسيه، من حقنا باش نلعبوا على الواجهات الكل، نحاولوا نحاربوا على حظوظنا جوسكو بو، وبطبيعه الحال الشهر نتاع الكوب شهر اخرى ديجا مع شبيبه القيروان اون 2003 يعني كان تلعب في ديفيزيون، كان تلعب في الليغ بي، ولعبنا ديمي فينال كونتر سفيقس اللي عملت هزت دوبلي، وكانت زاد فهي لحد الان هي الفريق الوحيد اللي كان ينشط ضمن الرابطه الثانيه ولعبت كوب افريقيا. والله يا عبد الله حبيت نلاحظ حاجه كونه راهو حتى الحلمي معناه كونه مرحله الاياب راهو مش تكون معناها مرحله معناها صعيبه برشا بالنسبه للرابطه الثانيه، مش تكون المقابلات يعني على مستوى معناها هام برشا على مستوى النتائج على مستوى يعني النقاط، مش تكون اصعب من مرحله الذهاب. بون الانديه الكل تعدل الاوتار نتاعها نعرفوا نحن، وتعدل يعني تقوم بالاصلاحات على مستوى الانتدابات ومعالجه النقائص وكل شيء. دونك التريف هذه مش تكون مهمه برشا باش الشبيبه يعني باش الاطار الفني يخدم زاده براحته ويقوم باللازم، ويعرف هو اكيد محدد كل النقائص شنو ناقص يعني على مستوى الخطوط الثلاثه،
وزاد الدعم المادي والمعنوي بالنسبه زاد للاحباء وللهيئه المديره، على خاطر الهيئه التسييريه الموجوده زاد ما تنجمش توفر كل شيء يعني، والانتدابات وتوفر التربصات وتوفر يعني المنح والحوافز من غير ما يكون معناها الاحباء يدعموا الشبيبه في الفتره هذه بالذات. شوفوا حتى يعني في الاجتماع الاخير تاع مستقبل مرسى مثلا، بلديه المرسى كيفاش يعني راها ضخت 350 الف دينار يعني في خزينه النادي والولايه، والناس كل قاعده تخدم والناس واقفه. دونك زاد نحن ما نقعدوش متفرجين، نتفرجوا يلزمنا نقفوا الناس الكل باش الشبيبه اذا كان حبوا على الصعود بالحق يلزمنا نقفوا في الفتره هذه. واضح كما كان حلمي معنا وقاعد يتابع فينا اكيد انه زاد لهنا الولايه والبلديه تقف لفريق الشبيبه الرياضيه القيروني. كما شفنا مستقبل رياضي بالمرسى الناس الرجالات نتاعها التفوا وفروا مبالغ كبيره برشا من اجل عوده بطوله الاياب، وانت تعرف بطوله باش تكون صعبه برشا في مرحله الاياب. زاد كيف كيف عندنا زاد القرون الرجالات نتاعها ان شاء الله تقفلها بالنسبه للشبيبه، ومرحله باش تكون صعبه برشا على الاقل توفر الموارد الماليه مع الجمهور الكبير اللي لازم يكون يساند فريق الشبيبه في كل مقابلات بقدره ربي فريق الشبيبه باش يكون مراهن جدي على الصعود. وان شاء الله في اخر الموسم تكون الشبيبه في الرابطه المحترفه الاولى. كلمه الختام ليك حلمي، شنو الميساج هكا تحب توصله للجماهير الشبيبه او للسلوات الجهوي؟ بطبيعه الحال كما كان يحكي شبيبه اذا كان عندنا سكسي ان شاء الله في اخر العام راهو باش يكون يفور معناتها تضافر جهود جميع المحبين وجميع الناس يعني في ولايه الخيراوين. يعني كما كنت ذكرت يعني عندنا منافسين يعني قاعدين يبذلوا في خسار جهدهم يعني في من الفتره الاولى نتاع البطوله. بالنسبه لشبيبه الخيراوين يعني دخلنا في بطوله بصراحه كانت بدايتها صعيبه، قاومنا لحد الان يعني رجال الاولاد نتاعنا بالحق يلزمنا مزيد من الدعم، دعم الهيئه التسييريه اللي رأسها سي مراد. يلزم النجاح راهو في الاخر كما قلت ما يكونش نتاع شخص ولا نتاع جهه وحدها، مش يكون الناس الكل معاونه فيه. الدعم المادي مهم جدا في مرحله الاياب هذه كما قلت، الفرق الكل قاعده تعدل في اوتارها، قاعده تركح في امورها، كسوة عندها معناتها تعمل في المنافسه على الصعود ولا يعني على النزول. ما نوصلوا للنجاح الا بصراحه ما الناس الكل تحط ايديها وفي الاخر ربي سبحانه يبارك ان شاء الله. واضح، شكرا لك حلمي، يعطيك الصحة على كل الإيضاحات. أكيد رسميا كما قال حلمي حمام، الشبيبة الرياضية القيروني تنتدب الثنائي عصام تخيلي كلاعب وسط ميدان ارتكاز، وكذلك سليم المزليني اللاعب السابق للشبيبة اللي كانت عنده تجارب كبيرة خاصة في السعودية المهاجم. وتنتظر الشبيبة يوم غد عملية سحب القرعة الدوري التمهيدي الرابع، إن شاء الله حظ موفق للشبيبة الرياضية القيرونية. باش نحكي توا على الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح والدفعة الثانية اللي قاعدة تلعب حاليا، أو نعطيكم النتائج الحينية بالنسبة للدفعة الثانية. النادي الإفريقي ينهي الشوط الأول منهزم أمام الاتحاد المنسيري 3 أهداف مقابل هدف. نجم المتلوي يلعب في اللحظات الأخيرة 45+4 متقدم على اتحاد بنقردين 1-0. الأولمبي البيجي متقدم 2-0 على مستقبل سليمان، والتعادل السلبي 0-0 بين رجيش وأولمبيك سيدي بوزيد. بالنسبة الهدف الثاني للاتحاد المنستيري 3 أهداف مقابل نورمالمون هدف، ثلاثة من الشوط الأول. الشوط الأول للاتحاد الرياضي المنستيري، وقلت 0-0 بين مستقبل رجيش وأولمبيك سيدي بوزيد. بالنسبة للمقابلات اللي تلعبت البارح والدفعة الأولى، نذكر بالنتائج.
النجم الساحلي كان انتصر على الامل الرياضي بحمام سوسه 2-1. الملعب التونسي انهزم في باردو من النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر. النادي البنزرتي بعد ما كان متقدم يتعادل مع اتحاد تطاوين 1-1، وهلال الشبه ينهزم امام الترجي الرياضي 2-0. مع العلم ان الترجي ضاع ضربه جزاء. الترتيب يصبح كالاتي: دائما في الصداره وتعلق النجم الرياضي الساحلي 22 نقطه، الملاحق الثاني الترجي الرياضي ب 18 نقطه، المركز الثالث نادي الصفاقسي 11 نقطه، المركز الرابع يتقاسم كل من الملعب التونسي وامل حمام سوسه 10 نقاط، المركز السادس نادي البنزرتي 9 نقاط، المركز السابع اتحاد تطاوين 8 نقاط، والمركز الثامن والاخير هلال الشاب بسبع نقاط. باش نرجعوا نحكيوا على الرابطه المحترفه الاولى باكثر تفاصيل، نبداو بالمقابلات يوم امس ثم تباعا نمشيوا للمقابلات اللي قاعده تتلعب اليوم. رحبوا بسعد مجيد جبيلي، مرحبا بك سعد مجيد. حسين مرحبا بك عبد الله، تحيه ليك، تحيه لكل الساده المستمعين. سعيد جدا مره اخرى باش نكون حاضر معاكم رغم ظروف الصحيه مع الاسف، لكن نعتذر ايضا على التاخير الغالب. حرصت الحقيقه باش نكون معاكم انت سي شكري سي رضا الخير الكل. شكرا، يعطيك الصحه سي عبد المجيد. اكيد باش نحكيو توا على الرابطه المحترفه الاولى، نتائج الدفعه الاولى المجموعه الاولى يوم امس، وتباعا نحكيو على النتائج الحنين للمجموعه الثانيه، ونرجعوا قراءه فنيه للتحليل لبعض المقابلات المهمه في الرابطه المحترفه الاولى. نعرفوا دخلنا للمنعرج الاخير، ونعرفوا انه اربعه فرق تترشح لمرحله البلاي اوف، مع كل فريق في المركز الاخير باش ينزل للرابطه المحترفه الثانيه. او نعطيكم الترتيب، نذكر باش نبداو نقراوا قراءه فنيه لمقابله يوم امس. النجم اللي يبقى في الصداره 22 نقطه، الترجي مركز ثاني 18 نقطه، مركز ثالث نادي صفاقس 11 نقطة، المركز الرابع كل من الملعب التونسي أمل حمام سوسة 10 نقاط، المرتبة السادسة نادي البنزرتي 9 نقاط، المركز السابع اتحاد تطاوين 8، والمركز الأخير هلال الشباب 7 نقاط. البارح الفريق النجم الرياضي الساحلي في الدربي خلينا نقولوا بين النجم والأمل الرياضي حمام سوسة، نبدأ بك أنت سعد المجيد، وفي 2-1 الأهداف تسجلت في تقريبا في الشوط الثاني بين النجم وأمل حمام سوسة. النجم في هذا الموسم يبقى في الصدارة، تألق كبير بقيادة محمد المكشر، نجم الساحلي اللي تقريبا بدا يبرهن انه منافس جدي. هو الليتوال معناتها تحس بها بوجه جديد السنة خاصة. شوف بعد الخسارة نتاع الليتوال كونتر ليسبيرونس 2-0، جاوك زوز مقابلات من بعد نتاع تطاوين لبرا وحمام سوسة. خلات الليتوال الحقيقة اونشينت معناتها في رجعت في الكورسه، وديما بقات ديما في المرتبه الاولى يعني. حتى شوفك اللي مانكا ربما الليتوال تحس الجمعيه الكبيره انها رغم الديفيت ورغم الخساره والعثره مع طبيعه الحال مع الاسبيرونس، اكل الزوز الجولات اللي بعدهم في ساعه رجعت فيهم. شفت كيفاش الرياكسيون تاع الجمعيه، كيفاش ربحت البرة تطوين، ماهوش سهل تربح تطوين وحمام سوسه ايضا ربحت حمام سوسه، ولو اني حمام سوسه كانت نجم معناتها كلمه في بطبيعه الحال على فريق حمام سوسه كان ينجم يخرج بالتعادل. كان هذيك هي احكام الكوره قدام ليتوال، تعرف ليتوال الحقيقه وجهت معناتها ظهرت بوجهها الجديد، وعطات على الاقل عطات رونق اخر، على الاقل ثم ايكيب اخرى في انتظار، وانه مع الاسبيرونس بطبيعه الحال تو الاسبيرونس تحس بها كانت تقريبا تلعب وحدها زين ذفرين مع الظروف اللي مر بها النادي الصفاقسي ليتوال زاد كانت في والنادي الافريقي تو مازلنا نستناو في النادي الافريقي باش يرجع للمرحله. الحاجه الباهيه بالنسبه لليتوال وانها على قريب ممكن باش تفض مشكل نتاعك المنع الانتداب هذا، خاطر مشكل كبير خرج معناتها كريستو، ثم ربما مساعي معناتها حثيثة تو نسمع فيها في سوسة على اساس باش ينحيوا المنع الانتداب باش ربما معناتها حاملة. نتصور الليتوال معناتها ماشي تتحسن اكثر من هكا في قدم الجولات بتروح تحكم تحكي اربعه مقابلات، نتصور الليتوال مش تكون معناتها في الاربعه ذي مراهن جدي على البطوله، يبقى ديما الليتوال سي الليتوال. بالنسبة للفرق الأخرى ما زلنا ننتظروا معناتها في صحوة النادي البنزرتي رغم التغييرات نتاع المتتالية للمدرب،
ما نحكيوش على الشاب، لان الشاب موضوع اخر هذاك سيري داخل سي عبد المجيد احكي على اللقاء الاول بين النجم والامل الرياضي بحمسوسه 2-1. نحكيو على الترجي بما انه هو مركز ثاني، الترجي اللي فاز في مقابله تعتبر صعيبه ضد الهلال الرياضي الشابي في الشبه 2-0، ويبقى الترجي ملاحق الثاني للنجم في المقابل مركز اخير لهلال الشابي وتعقدت الوضعيه. أكيد الترجي الرياضي التونسي معناها من الأندية اللي نعرفوها ديما مرهنة، من الأندية المرهنة بجدية على البطولة. وهي الآن في المرتبة الثانية، وقعت شوية مشاكل تقريبا مع الإطار الفني، جات فترة فراغ، جات فترة معناها باساج دي فيت تمر بها الفرق الكل. الترجي عدل من أوتاره، عرف كيفاش يعني ينظم صفوفه، ورجع يعني الفريق يخدم تحت اشراف المدرب نبيل معلول معناها في اجواء طيبه بعد الظروف الاداريه اللي مر بها الفريق. نعرفوا نحن حمدي المدب كان تقريبا على وشك الخروج، حب يغادر يعني الاسباب الصحيه، لكن الاحباء تمسكوا به، ما يلقاوش اكيد رئيس كما حمدي المدب على مستوى الدعم، على مستوى يعني الاداره. نعرف الترجي الرياضي التونسي كفريق افضل فريق يعني في البطوله نتاعنا، منظم اداريا، مهيكل مليح. دونك شفنا يعني الفريق كيفاش يعني ضد في الجوله الاخيره يعني ضد هلال الشبه، تنقل الشبه وعاد يعني بفوز 2-0 وضيع ضربه جزاء. دونك لهنا نقولوا الترجي الرياضي التونسي كالعاده على السكه الصحيحه، ومازال معنا مش يوري يمكن مردود افضل في الجولات القادمه، خاصه في مرحله التتويج مش نشوف وجه اخر للفريق. من نحكيوش على فريق يعني تقريبا منظم خاصه اداريا وفنيا وجاهز على جميع المستويات، وملاعبيه عنده ملاعبيه معناها بالرمضان شعلاني معناها ملاعبيه ممتازين معناها، وغادي يحاسبوا الملاعب، يشوف الحارس المرمى معناها دبشي كي غلط ولا صارت كذا، دي ما فماش محاسبه جديه وكل واحد معناها. دونك الترجي الرياضي التونسي في ثنيه صحيحه، هلال الشابه تقريبا مازال يعاني في المشاكل نتاع الازمه الاداريه نتاعو مع الجامعه التونسيه لكره القدم، ما فماش معناها حاجه كبيره برشا، مازال دونك يتخبط في اسفل الترتيب، عنده ازمه نتائج. كل شيء معناها ممكن نزول، ممكن يمكن اذا كان صلح من اموره في الجولات القادمه، وهو غير الاطار الفني في اكثر من مره، دونك ينجم يرجع في السباق. نقولوا نحن بصراحه يعني بطولة نتاعنا راهي تعبه برشا، بطوله ضعيفه، بطوله معناها ممله، معناها ما فما حتى شيء. هنا قاعدين نحاولوا نعديوا فيها كما تتعدى، حتى من بعد نشوفوا ان شاء الله مرحله البلاي اوف تكون افضل على مستوى الاداء خاصه فنيا. واضح سي شكري. المركز الثالث نادي صفاقسي 11 نقطه، المركز الرابع الملعب التونسي 10 نقاط البارح في ملعب باردو، نادي صفاقسي يعود بانتصار ثمين على الملعب التونسي هدف مقابل صفر. النادي صفاقسي اللي بدا يرجع رويدا رويدا في سباق البطوله بعد التعادل مع نادي مع الترجي 1-1، يجيب 3 نقاط ثمينه منين؟ من ملعب باردو ضد الملعب التونسي. اكيد الفرق الكبار هذيا معناها الكبوه نتاعها ما تطولش وما تطولش، وهذا اللي صار. فريق نادي الصفاقسي شفناه قدم قريب العناصر الشابه نتاعو اللي معظمها مواليد 2004 2003 و2002، قدم مقابله كبيره برشا قدام فريق الترجي الرياضي التونسي، ورجع من بعيد مع ما كان يمكن كان ينهزم في المقابله، رجع من بعيد فتك نقطه في الملعب نتاعو قدام الترجي الرياضي التونسي، ثم اكد الوجه هذا قدام الملعب التونسي في ارضيه ملعب الهادي النيفر، ويفك معناها 3 نقاط مهمين ثمين ياسر، خلاو النادي الصفاقسي ملي كان مش يكون في اسفل الترتيب يتنقز للمرتبه الثالثه، يعني تقريبا اليوم النادي الصفاقسي ثالث المترشحين للدوري المجموعات في مجموعه التتويج، وهذا يوريك أهمية الثلاث نقاط هذوما من ملعب باردو، ولكن ذايا خلى الملعب التونسي يدخل في أزمة متاع نتائج، أزمة كبيرة برشا متاع نتائج، قعد في النقطة رقم 10 بعد ما كان فايز مقابلته ضد حمام سوسة في يوم الأربعاء، يلقى روحه في مواجهة النادي الصفاقسي يزيد ينهزم على أرضية ميدانه. تقريب نتائج السلبية ولا فيها ملعب التونسي
ممكن تنقص تقلل من الحظوظ نتاعو في الترشح لمجموعة التتويج، لأنه اقتصر على 10 نقاط، العشر نقاط غير كافيين باش يكون ضمن الثلاثي المراهن على معناها على التتويج. هو في الحقيقة 4 يترشحوا سي شكري، 4 فرق يترشحوا لمرحلة التتويج، 4 فرق، حتى هلال الشابة معني زاد بالمركز الرابع. إذا كان نحسبوا ملعب تونسي 10، حمصوص 10، بنزر 9، تطاوين 8، هلال الشابة 7، يعني فما تشويق كبير. ممكن أي واحد فيهم زوز مقابلات ينتصر، الآخر ينزم يكون في الرابطة المحترفة الثانية، يعني أي فريق ينجم يكون موجود يعني في مرحلة التتويج. نادي صفاقسي الحاجة الإيجابية أنه في المقابلة القادمة باش يكون يلعب على أرضية ميدانه. ممكن اللي قال خير سي شكري بين بنزرت واتحاد تطاوين، هدف لهدف في ملعب بنزرت، ربما النقطة الثامنة اللي عاد بها اتحاد تطاوين ممكن هذيك نهار يعني في المقابلة الأخيرة ممكن باش تشفع له أنه يبقى في الرابطة المحترفة الأولى، باعتبار أنه اتحاد تطاوين في مقابلة الذهاب أحسن أمام النادي البنزرتي وقدم يعني عاد بنتيجة إيجابية. هي النقطة اللي جابها من ملعب بنزرت شفعت له وخلته يغادر المركز الأخير. صحيح. ويترك المركز الأخير لفريق هلال الشابة بسبع نقاط، يعني فريق اتحاد تطاوين نقطة كانت ثمينة وثمينة جدا، يعني مقابلة من فئة 6 نقاط. كان يفوز، كان ينجم يفوز على دور فرص اللي سمعتها اللي جيتها المعنه للتطاوين. هو كم البارح حكينا تقولنا بفريق اتحاد تطاوين هو البتنوار متاع فريق بنزرت، كل ما يتنقل بنزرت يعمل نتيجة إيجابية، يفوز يتعادل. البارح مقابلته كانت معناها رهانها كبير برشا، وهي مقابلة من فئة 6 نقاط. كان بنزرت إذا كان فاز فيها كان يبعد برشا على فريق اتحاد تطاوين ويصعب مهمة متاع اتحاد تطاوين، نقطة مهمة. وثمينة من ملعب صعيب، ملعب يعني 15 اكتوبر بنزرت، خليت نادي البنزرتي ما يبعدش على الكوكب بتاع النزول، ونفس الشيء ما قلبش زادة من المجموعة بتاع التتويج. ولكن النقطة كانت بالنسبة لي حسب رأيي أنا أهم لاتحاد تطاوين من نادي البنزرتي، لأنه خليته يغادر المرتبة الأخيرة ويخليها الهلال الشابة. ثم النقطة هذيك ممكن تكون كما قال عبد الله حاسمة بعد في حسابات معناها النزول، وشكون باش يلعب في المجموعة البلاي اوف، وشكون باش يلعب على النزول، وشكون يتعادل مجموعة التتويج. النقطة هذيك سي شكري ربما تكون عندها تداعيات على مستوى الإطار الفني لنادي البنزرتي قادم الأيام، خاطر نسمعوا في الحديث قد ربما المدرب يغادر أو فهمت، خاطر النادي البنزرتي تقريبا قاعد في نفس المكان. مشكلته هي عدم الاستقرار الإداري هو اللي يخلف معناها الشيء. ماهوش مدرب، ماهوش الأولى، هو مش كيما تتعامل مع هيئة تسييرية كيما تتعامل مع هيئة منتخبة. يعني الهيئة التسييرية معناها يمكن تتفاهم معاك اليوم، غدوة يقول لك لا اللي معايا عبد العظاني معايا، معناها يحبوا يغيروا المدرب. وهي الأجواء متاع بنزرت ديما تقعد سخونة، ولو أن أغلب الفرق كلها كلها التسيرية وتأغلب حتى هلال الشابة شفتوا كيفاش معناها البارح بركة تقريبا الهيئة متاعها معناها حذرت بكل جدية، معناها ممكن حتى القرار كان جاهز على الطاولة متاع الهيئة متاعها باش معناها ربما تنسحب حتى من تهديد عن تهديد يعني المظالم التحكيمية الكبيرة. بدلوا لها المساعدة على سي رضا، بدلوا لها المساعدة اللي كانت تشكيت هلال الشابة، نفس المساعدة اللي باش يكون مساعد الحكم في مقابلة الترجي، بدلوا لها المساعد. ومرة أخرى كما قلت أنت تهدد من الخروج من سباق البطولة، وربما أنه هلال الحديث كبير برشا على الهدف اللي ما سجلته الترجي في تونسي، الهدف الأول، لأنه معناها يقولوا هلال الشابة أن أنيس البدري كان في وضعية تسلل تقريب حسب الصور اللي قاعدة يبثوا فيها على صفحات المتاحم هلال الشابة. البدري موجود تقريب أقرب واحد الخط المرمى متاع سيسمو تقريب، ممكن ماتش بنزرت ضربة الجزاء معناها الحكم معناها فهم أخطاء كبيرة في حق هلال الشابة، وده معناها يخلي الأمور بصراحة نقوله نحن زدت تكشف أكثر يعني عطا. كانوا الفريق بينسير مستهدف لا ليش نغطيه في الشمس. أنا أقوله ثم عركة
بين هلال الشابة والجامعة معناتها نتيجتها واضحة. شوف قدت واحد مشيت تضحيتها الجمعية مش معناتها شاش خاص. سي عبد المجيد كنقولوا عركة بين هلال الشابة والجامعة ماهيش جديدة على خاطرنا. لا احنا نقول لك عركة شخصية يعني بين وديع الجاري وتوفيق الشيخ مشيت تضحية الجمعية هيك للدولة هيك للدولة عمرها ما تدخل في عرك في بعضها معناتها كيما نقولوا معناها هلال الشابة جمعية من الجمعيات اللي تمثل معناها معناها منطقة الشابة ما تمثلش فريق توفيق المكشر نفس الشيء محترم الامكانيات قبل خاصه الموسم اللي كنا معناتها زوج ثلاثه موسم التالي كان من اقوى الفرق تذكر احنا ربح الشبيبه ليورو تور في مسجله سبعه بين زوج اشخاص ولا انا قلت لك مشات ضحيتها يعني الجمعيه هذوما زوج سرادك معناها قاعدين يتناحروا ما همش تمشي في الجمعيه جمعيه ولا جامعه تونسيه كره قدم هيك البعيد على ما مش وديع الجري مثل كان نفسه ما مثلش معناها الجامعة ككل بكل أعضائها بكل أعضائها وتاريخها لولا الفيفا لولا الفيفا الشابة تلعب في الرابطة الثانية أكيد أكيد أنا هو أنا هو النادي تو الموجود في الرابطة المحترفة الأولى وراضي على ال 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 مع الوضع المكتب الجامعي لكن سيدي ذا على الوضع على التحكيم الوضع على التحكيم سيدي ذا بالله شكون اللي يمشي ويصوت أنا وياك سي عبد المجيد نمشي ونصوتوا ما هذوما هما ممثلين رؤساء الجمعيات هذوما يمشيوا يحضروا جلسات الخارقة العادة وجلسات متاع الانتخابية متاع الجامعة التونسية ويرفعوا الورقة الخضراء يشربوا الانتخابات هذه متاع المكتب الجامعي ولا الانتخابات متاع المكتب الجامعي ما تبعدش بعيد على الانتخابات السياسية نشوفوا فيها معناتها والحملات وكيفاش تصير ونعرفوا تصير فيها قانون متاع سحب ثقة فما قانون متاع سحب ثقة تراه يوريونا مجموعة حتى مجموعة من رؤساء الجمعيات يلموا بعضهم ويتفقوا يعملوا سحب ثقة من مكتب الجامعي ما نجموش لا فما فصل في القانون تقريبا إيه بيصير فما قانونين ينجموا بإمكانهم باش ينجموا من ناحية القانون عنده مصالح مربوطة مع معاش تشكيل تاع أشخاص زادة راهي مش نتاع نوادي نتاعهم آخر حاجة يفكروا فيها هي النوادي نتاعهم معاش تشكيل نتاع المسؤولين ورؤساء جمعيات ما عاش يتشكاو من الجامعة التونسية ومن مظالم مدرة شنو مستهدفين لا حد شيء لأنه اللي شرعية الجامعة ماخذينها من معناها رؤساء الجمعيات من ممثلين الأندية إذا أنت ممثل أندية أنت ما عجبكش تراها تفهموا أنتم اللي مش ما عجبكم ما عملوا صاحب ثقة من الجامعة تو من غدوة أكبر أقوى نجمش. قرار نجم يصير هي وقت لي تقريبا 30 نتاع الرؤساء النوادي يعملوا سحب ثقه من الجامعه تتحل ملف نكمل سي عبد الله على ذكر تو سحب الثقه شفت الرئيس الاتحاد الفرنسي نتاع كره القدم ولا على تصريحه على تصريح جا لبرا شو معناتها مش هو الواحد يلعب 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 مناش ثم ثعمل ابا نتاع عليه خطا تواصلي معناه خطا في تواصلي في الرئيس الذي بالجامعي معناه يلقى روحه في 24 ساعة يعني يقع شفت القوة متاع السحب البساط قوم هذه شو اسمه يصير هذه كيفاش تدار الأمور في على مستوى الهيكل وعلى مستوى الإدارات الفيفا حلت مع وقفة نشاط منتخب فرنسي ولا هدت ولا الفرق الفرنسية منعتها من المشاركة ولا مام حتى هو رئيس ما لا تعلل بحزب ولا تعلل معناتها استعمل السياسة باش ربما شماعة باش عليكم وبشوفوا على القوة إن شاء الله بعد أنتم سهلتوا لي المأمورية باش نحكيوا على موضوع بعد خصم النقاط للنادي العريق جوفنتوس الإيطالي ونشوفوا التبعات إن شاء الله في الجزء الثاني باش نحكيوا على مباراة كأس تونس ممثلين ولاية القيروان كذلك البطولة الجهوية ومتابعة للاعبين بالخارج وتألق كبير في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية وعودة لموضوع خصم النقاط للنادي العريق جوفنتوس الإيطالي لكن قبل هذا نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم نرجع للبلاتو.